أهلا مرحبا بكم في قناتكم توالت في برنامج جديد بعنوان إيكنيون اللي هو التوأم. في القناة هذه زي ما تعرفوا لنا سنة أو أكثر وإحنا نعرض في برامج كثيرة، وهذه البرامج حتستمر، أغلبها تصب في موضوع اللغويات وجزء كبير منها كذلك يتعلق بالثقافة الأمازيغية. الفرق هذه المرة زي ما تشوفوا استوديو تغير تغيير كبير، ومع هذا التغيير حيكون فيه تغيير كذلك في طريقة العرض. احنا كنا نقدمه في البرامج اغلبهم باللغة العربية، فمن الآن فصاعد حيكون فيه اشتراك بين العربية والأمازيغية. وبهذه المناسبة خلي ندعو الأستاذ مدغيس أمادي يكون معنا في هذه الحلقة ويتحدث عن كل شيء نقوله هني بالعربية هو يقوله بالأمازيغية. تنمرت انك ماس أماك تسنم تيكل تدها نغتيكل اللي زرين نتلايا قودة أفت مازغت استعربت أشكو لان ميدن أقودة وسننشيت مازغت فنموا يعني نسيت في صومات وصومات وقال لي ميطاوت غرسن تيكل تلتس أتاف أهل ودها ديلي ديس أهل نيكني ونماك تسنم ديكني ونماك يما يوياون ماس سن نيت ماتن لولنج السيجن. طبعا زي ما قلنا البرامج متاعنا حيكون مشتركات بين العربية والأمازيغية. زمان كنا نديروها بالعربية بس لأن فيه ناس كبير، عدد كبير من الناس ما يعرفوش اللغة الأمازيغية وما عندهمش اطلاع، فقلنا ندخلهم ونسهلوا عليهم العملية. الآن نحس إن عندنا عدد كبير من الجمهور وأغلبهم يتحدثوا الأمازيغية، ولهذا بننقذ مباشرة بنتكلموا باللغتين بالعربية والأمازيغية، وربما في المستقبل أما كتمي دماس نتشددوا تلايغ أفي زوران نتمازيغ ست مازيغ مما كي زوران تمازيغ تستمازيغ قيمت هيدنغ د الحلقات اللي هداسن أتسلم صومات وصومات وممك دا تاكزم أتاكدمش نتشي السنغ يودا نقودا لما دسلم تغاوسة تمازيغ واحدة استقيمة تاكدن وميت تاكزغ فلس وميما لا صومات وصومات واحدة نشي دادو قورا وغيدم صومات وصومات إيدوين صومات وصومات اللي ميا تاكزم يدي يعني كل حلقة تاترات أدي غدي استول تاترات نغ سنت نغ حتى عشرة صومات صومات وألم يتاكزم أولي دكورة ومازيغي ميو عرقودة يعني دي غير صومات صومات وتغد في الأتاغم في اللس ربما في المستقبل تكون البرامج باللغة الأمازيغية والعربية في نفس الوقت، أو عفوا تكون بالأمازيغية فقط. حنستمر في هذه البرامج، هذه فقط حلقة ترحيبية بكم، ونتمنى أنكم كلكم تشتركوا في هذه القناة حتى تصلكم الحلقات عبر الإيميل بتاعكم. إدرت أف يوتيوب ودها سجلت إدنا باش أو نياوط لما يعني تغوصة تاترا أو نياوط الإيميل ون دا تظرم متني قادة تاترا. اسمح لي ماس مدغيس، كيف تشوف في الحلقات هذه الجاية، كيف تشوف إن احنا ممكن نقدم حاجة جديدة للجمهور من خلال استوديو والتغيير هذا، وكذلك من خلال الإبراز الأمازيغية باللغة الأمازيغية نفسها. دانوت لي في اللسن مباشر مباشر باش أنا صمتو صمتو باش تاكزم في اللانا استمازيغة النغة تنفوسيت اللي تسنم كنيوة مين خسن سالي في اللون قودة تاولين لمي أنسيت في تاول تاترت أمك أباتو نغ أهيل نغ تغاوسي ونتيدها أدي تافم تتلايغ في اللاس نتا دايام المتا انت تستعرف نتشا ونملغ في اللاس استمازيغ متا انت تسمانيست وستا والتدها. بهي ممكن انت بتدير البرامج هذه بالأمازيغية المعيارية ولا بتبدأ بتنوعات الأمازيغية الموجودة تشلحيت تقبيليت تاريفيت توم زابط إلى آخره، تتكلم مع الناس مباشرة أو كيف بتدير الحركة هذه؟ واي دد سيولغ أبات ودها نغ أهل وه أهل إن إكنيون دد تلايغ ستوم زابط ستمازيغ تسانفوس طبعا دد تلايغ ستقبيلي تشلحي تستغاوسي ونايد كول ماش لمي دد تلايغ تشلحي تدي تافم إرتغ تملسي نشلحيا نطومزة تعدير طغ إرتنا تنزاب لمي دد تلايغ استنفوسي تكتب تزرع مقدي تلاقي تجر طلعت غيرة نينفوسيا غير الصومات والصومات وأسوق جسودها لدي أزدنوت لاستين تلوين نتمازير تين تلوين يعني لهجاتنا تنوعات نتمازير لما أنسمد أسوق جسودها أنوت لا باشا نصومات وصومات استمازير يعني تمازير اللي تاجز ديسي مازير نقول
باهي هل بيقتصر الكلام تاعك على اللغويات بس، ولا بتتكلم على الثقافة الأمازيغية عموما؟ هل مثلا البرنامج هذا خاص بنفوسه ولا بكل الأمازيغ؟ دنوت لي أفتغاسيون قودة سيسن أهل إزوران التمازيغ دنوت لي أفمزروي أفتا دلسة أفتغاسيون قودة تسكلة أفتغاسيون قودة مقنة تستدلسة التمازيغ. نشكركم على التواصل متاع معنا، ونتمنى نشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله. تنمير تنمرت انك ماس تنمرت نون الارتفات.